دي. Okay. 33 years old, female, presented with pelvic. شنو الهيستوري؟ ما سمعت عن انقطعت اخر كلمه. يا صوتها راح ايناس ايناس راح صوت ايش لغه هذا الصوت؟ وقفت صوتها. ترى ايناس تسمعينا بابا؟ ايناس ها شو سديت المايك؟ صوت واضح؟ ايه سديت المايك ليش؟ ما اعرف استاذ، هسه الصوت يلا واضح؟ اعيد الهيستوري انا ما سمعته. 33 years old female presented with pelvic pain. تمام استاذ، واضحه الصوره. تفضل احكي شنو. left adnexial well defined cystic lesion multi section multidisciplinary MRI of the pelvis showing two pathologies. The first pathology is left adnexial cystic lesion showing dropping in a signal on the fat sat. No restrict, not restricted, يعني mostly it is due to picture of dermoid cyst. This is about the first pathology. The second pathology is the large, well-defined uterine fundal lesion seen with no change in signal, still hypo on T1, T2, mostly due to fibroid. The cystic lesion in the left adnexia, how you define the cystic lesion in MRI? Hyper on T1 and hyper on T2 with no شلون شلون؟ dropping. لا لا دقيق، انت من تقول cystic lesion شنو تعريف نعم cystic lesion بالام ار اي؟ استاذ، بالT1 وT2 نشوفها. ايه اي شو بالT1 تعريف هايبر، T1؟ T1 T1 هايبر هايبر بتلا سوري بالT1 هاي بالT1 هايبر بالT2 هايبر. شلون؟ بالمقلوبة شو قلبتنا يعني؟ العفو العفو استاذ، T1 هايبر زين بالT2 هايبر. نعم يعني هو سيجنال انتنسيتي او فلويد اللي هو كومبارابل تو ذا نعم بلادر او اني فلويد. زين هسه نعم هذا بالتي 1 شو هايبر ده يطلع شلون قاعد تقول عليه سيستيك ليجن؟ بس العفو دكتور، طلع لي تي 1 وتي 2 سوى اذا ممكن. خلي تي 1 وتي 2 اي ناس. نعم استاذ خلي اكزيالات اثنين حتى يصيرن قريبات. يلا ما مشكلة، مش شوف الاكزيال تي 2 خلي تي 1 بقي، خلي اكزيال تي 2 مكان كورونا. اي دقيقة استاذ. يلا مشي. يعني اكو ارياز اوف فلويد استاذ، اي واكو هذا اللي هو صار بدوبنج اللي هو الفات نعم، بالفات. نعم وين اللي صار بدروبينج؟ اللي طالع بالتي 1 ابيض اي
خلي اي هو من الفاتسات بصفه، اخر خلي هذا الفاتسات اللي فوق، لا فوق الديفيوجن، لا لا بعد نزلي خامس واحد، مو هذا تي 2 فاتسات، تي 2 سبير، تي 2 سبير للدخين هذا. ايه ناخذه. ايه نعم. زين، فانت بالنسبه لك اعتبرت انه هاي الاريا الهايبر، اول شيء اعتبرت هذا السيستك عماد. نعم استاذ، زين اكو اريز اوف فلويد فيها، واكو فد سوليد كونتنت اللي هو صار بي دوبينج بالفاتسات. زين، ليش فلويد؟ خب قول هاي تيومر والسيستك نكروسيس، ليش يعني اعتبرت هذا السيست؟ السيست يعني كله فلويد غير، نعم استاذ، مو صح ولا لا؟ نعم. زين، شنو اذر بوسيبيليتيز؟ انت قلت لنا هاي ديرمويد سيست احتمال، والشيء الثاني قلت لنا هذاك يعني عنده فايبرويد، الاحتمال الاخر شنو؟ وات از يعني اذر مو احنا بوسيبيليتي؟ استاذ، يعني مثلا اذا حطينا الهيموراجيك اوفيريان سيست، ايه هذا ما دا يمشي وياها. نعم، اي يعني تعرف هيموراجيك استاذ، ايه اي ما دا يمشي وياها، لان ذاك لازم شو اسمه السيجنال تختلف، حتى نعم بالفاتسات ما يصير بي دروب. نعم اذا ما صار مثلا هذا تي 2 شيدنج ساين اللي هو مثلا مال كونيك بلاد برودكتس. ايه نعم استاذ، انت بالنسبة وايضا لك ما عندك ديفرنشال دايجنوز، جاست ديرمويد. يعني موست كان اشوفه ديرمويد. نعم، اندوماتريوسيس از بوسيبل اور نوت؟ عندهم مو لازم اشوف التي 2 شيدنج ساين استاذ، العفو. غير تشوف الاعدام، ايه غير تشوف الكيس. يا ما ايه بدنا نشوف شيدنج ساين استاذ. زين، نعم از ذير اني بوسيبيليتي اوف تيومر، اوفيريان تيومر اور تيومر؟ ما اعتقد استاذ، يعني هيك شيء well defined وحلو، وما نعم، اعرف هي منتين كونتراست، هما هو اسألها. منتين كونتراست دكتور ايناس. لا لا أستاذ، مش عاجب، ليش ممكن كونتراست محتاجه؟ أستاذ هي على السيكونس. زين عماد، سؤال بالبيشنت، نعم إذا استاذ، احتاجت تعطي كونتراست، شو تسوي حتى تعطي كونتراست هذا البيشنت؟ يعني تقول الالترا انا ساوند ليش بالبدايه انا استاذ. ليش سالتك هذا السؤال؟ نعم لانه يعني حتى الليجن بي قصدك، هايبر انتنس سيجنال بالتي 1، فاذا ليجن بي هايبر انتنس سيجنال بالتي 1 وردت تعطي كونتراست، لا ما شلون نعطي تعرف؟ كونتراست، شلون تعرف؟ لا ليش ما تعطي؟ تعطي مو شلون فات تعرف هذا كونتراست. انهانسينج اور نوت؟ ايوه هي فوقنا صح، هذا مطين يعني عين الكونتراست، مو مطين كونتراست، هذا شلون ما مطين؟ شو هي اللي جايب الكيس ما تعرف مطين ولا ما مطين؟ ايناس نعم أستاذ. شو انت الكيس مالتك لو جايبتها الواحد معطيك اياها؟ لا أستاذ، هي كيس ماتي. يعني شلون تقولي لما معطينا كونتراست؟ زين، فسؤال عماد، احنا نعم اذا أستاذ، ردنا نعطي كونتراست ومريض يعني الليجن هايبر انتنس بالتي 1، شنو الشغلات اللي نقولها للمشغل، او شنو احنا شلون نعرف هذا انهانسينج ليجن اور نوت؟ والله استاذ اتذكر مر علي شيء، بس يعني بالضبط ما اعرف، ونغير فد سيكونس احنا بيها. ايه اي سيكو يعني يمكن يعني فاتسات وننطي استاذ بكونتراست يسوون عليه شلون؟ تي 1 فاتسات استاذ، ايه تي دي 1 وان فاتسات. فاتسات، بعدين شو نعم تسوي؟ لحد بينطون الان صحيح. فاتسات. ايه صحيح، بعد شو تسوي؟ ما راح، شلون راح تعرف الليجن از انهانسينج؟ شو تسوي؟ ما دا اعرف والله استاذ، ما ادري اذا كم ده يحضر ماشي على بالي. ماشي ماشي حبيبي، شكرا عماد. العفو استاذ، سارة انمار دخلت ويانا؟ لو بعد هي ما موجودة. سارة انمار، العفو استاذ، صباح الخير. صباح الخير. استاذ ما نقدر تدخل، يعني عرض مقبض، فده يطلع عندها يعني العرض مقبض، ما نقدر تدخل. نعم، ماشي ماشي. زينب هاتف موجودة؟ نعم استاذ، يلا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام. اول شيء عندك ديفرنشال دايجنوزز اخر بالادينكسيال ماس لو هاي بس الديرمويد مثل ما قال الدكتور عماد؟ ممكن يكون استاذ اندوماتريوم هماتين، يعني خليها بالدفرنشيال. ممكن يكون اندوماتريوم، بس لازم نشوف اذا اندوماتريوم. نعم استاذ، يعني هي الاندوماتريوم نوت سبرست يعني بالفاتسات. لا شو يصير عندهم؟
يعني هاي تي تي 1 سيجنال هي صحيح ايه تطلع، بس تي 2 ايه شيدنج. ايه يعني تطلع نعم بالتي 2 السيجنال اللي بالتي 1 نعم عالية، تطلع بالتي 2 هاي فوق. نعم نعم، اللي هي موجودة هنا لو مو موجودة كانت إيه لا لا أستاذ ما موجودة. ما موجودة. زين، نعم شلون تعرفين الليجن از انهانسينج اذا اعطيتي كونتراست بهذا المريض؟ شو تسوين؟ يعني قصدك أستاذ شلون أفا إنهانسينج، أو إحنا حنسوي فاتسات يعني وسكس فاتسات. هسه هذا قدامك بري كونتراست وبوست كونتراست، انهانسينج اور نوت؟ شلون تتاكدين 100%؟ طبعا هو فات سات اضبط، طبعا فات سات بري بوست كونتراست اضبط نعم نطين، ويا سات بدون فات سات اكيد اكو فات سات موجود، اكو فات سات، خلي الفات سات بري بوست كونتراست نعم هذا اللي هو ثرايف، خلي ثرايف طيب this في one هذا خليه، وخلي البوست كونتراست هذا الجو ماشي. يلا هسه هذا يمش هوب. إيه، شلون تعرفين انهانسنج اور نوت؟ طبعا هم كتبوا بالتعليقات، بس الظاهر انتم ما تقرون التعليقات وما تتبون لا جماعتكم، اي كتبوا بالتعليقات. سبتراكشن. اي يسوي سبتراكشن سبتراكشن، نعم نعم يسوي سبتراكشن، اللي هو وين نعم اكثر شيء يسوي سبتراكشن؟ اللي هو اكثر فحص يسوون بيه سبتراكشن وين؟ عندك فكره؟ هو بريست يعني المفروض بس. بالبريست، نعم بالبريست نسوي سبتراكشن حتى نشوف نعم انهانسينج اور نوت. زين، نعم بعد شنو اذر ديفرنشال دايجنوسز؟ فالديرمويد قلت نعم تتفقين ويا الديرمويد، وقلت احتمال اندوميتريوما، وبعد يعني أستاذ ممكن هماتين يعني مثلا خلي إما تشور تيراتوما هماتين. ماتشور تيراتوما. نعم، يعني بهذا اللي بهذا البيشنت نعم صعبه ماتشور إيه ما تيراتوما. تمشي ما تمشي وياه صحيح. تيومر تخليه له؟ لا يعني تيومر إذا أريد نخلي مثلا نخلي ايه السيستادينوما سيستدينوما. أو نعم سيستادينو كارسينوما يعني، بس هماتين يعني الفيتشر مالتها ما جاية وياه. زين، وات از نيكست بهذا البيشنت زينب؟ هذا اللي قلت عنده بلفيك بين، مو نعم سمبتوماتيك هو. إيه يعني أعتقد هو أستاذ سيرجري بعد المفروض. نعم 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 سيرجري ونشوف يعني الليجن، لأنه ما دام يعني سبتوماتيك وهذه بعد يعني لازم سيرجري. شكرا زينب. عفو أستاذ. يلا ايناس احكي لنا على الكيس، واذا مسويتوك روحي عليه. نعم أستاذ. 33 years old female presented with pelvic pain. أستاذ احنا سوينا لها أول شيء ألتراساوند وبعدين طلبوا MR، فكان الـ MR إنه تشخيص درمويد سيست، ليفت أوفرين درمويد سيست. بالالترا ساوند ايش طلع عندكم؟ أستاذ هو ليفت أدنكسيال ماس وياها ايه يعني بوستيرير، كان أكو بوستيرير يعني اتنويشن، يعني نعم الفات بوستيرير اتنويشن، فمو كلش كان يعني واضح البوستيرير مال سيست، فسولها ام ار يعني هايبر ايكويك كانت الليجن، هايبر هايبر بس ايكويك. أستاذ، والباقي يعني صار اتنويشن ما قدرنا نشوف شنو وراه. يلا تفضل. ovarian dermoid cyst. These are slow growing tumor. Tumors contain element from multiple germ cell layer accounted for about 10 to 20% of all ovarian neoplasm. It is the most common ovarian benign ovarian neoplasm in a patient younger than 20 years old. A clinical presentation, uncomplicated ovarian dermoid cyst, mainly asymptomatic, often discovered incidentally, however predisposed to ovarian torsion and many other, and may then presented with acute pelvic pain. Location, mainly by, bilateral in 10 to 15% of cases.
If this case presented with sign and symptom of thyrotoxicosis, استاذ هي variant ممكن نفكر ب variant مال الدرمويد سيست اللي هي ستروم اوفرايت تيومر. It is subtype of ovarian teratoma and it's composed of entirely or predominantly thyroid tissue containing variable size follicles with colloid materials. It is accounted for 3% of all mature cystic teratoma. Radiological features, a plain X-ray may show calcified materials or teeth component within the pelvis. يعني هي أكثر شيء يعني إحنا ممكن differential diagnosis هي uretric stone فممكن نميزها بالألتراساوند. Ultrasound is the preferred imaging modality, typically on ovarian dermoid, is seen as cystic adnexial mass with some mural component. Mostly lesions are unilocular. The spectrum of diagnostic feature include diffusely or partially echogenic mass with posterior sound attenuation owing to sebaceous material and hair within the cystic cavity. An echogenic interface at the edge of the mass that obscure the deep structure. This sign named the tip of the iceberg sign. ممكن نشوف fatty fluid level or echogenic calcified material or dental teeth component. Mural hyperechoic Rokitansky nodule may be seen or dermoid plug. Multiple thin echogenic band caused by hair in the cystic cavity, dot dash pattern or dermoid mesh. Also may see floating ball sign. It's uncommon but characteristic. Color Doppler, no internal vascularity. If internal vascularity seen, further work up to exclude malignant lesion. Classical ultrasound characteristic of dermoid cyst of size less than 10 cm, it ORAD ultrasound 3, which carry low risk of malignancy 1 to 10%. CT, it is highly sensitive modality in the diagnosis of cystic teratoma, but it's not routinely recommended for this purpose because it is a ionizing radiation. Typically, CT imaging demonstrated fat area with low house field unit, house field value, fat fluid level, calcification, or Rokitansky protuberance, and tufts of hair. The presence of most of the above tissue is diagnostic of ovarian cystic teratoma in 98% of cases. However, the size more than 10 cm or soft tissue plug and cold floor appearance with irregular border are seen, malignant transformation should be suspected. When dermoid cyst rupture, the characteristic hypoattenuated fatty fluid can be found in interdependent pockets, typically below the right hemidiaphragm, pathognomonic finding. The escaped cyst content also lead to chemical peritonitis, and mesentery may be strained and peritoneal thickening, which may mimic peritoneal carcinomatosis. أستاذ هي لأن سو chemical peritonitis فدائما يعني السيرجن يعني ما يشتغلوا هالابروسكوب يخافون من الليك فدائما open surgery. MR evaluation usually tend to be reserved for difficult cases but it's sensitive for fat and both the fat suppression technique and chemical shift artifacts can be used to confirm the presence of fat. Enhancement is also able to identify solid invasion component and as such can be used to accurately localized staging of malignant variant. هو هايبر تي 1 هايبر تي 2 والفات سات راح نشوف هاي الصورة. Ovarian lesion with lipid content, no enhancement solid tissue, mature cystic teratoma is over ORADS MR2. Minimal enhancement of Rokitansky nodules in the lesion containing lipid do not change the ORADS to ORADS MR3.
هاي الانتربريتيشن اوف اوراتس اوراتس ام ار 2 less than half percent almost certainly benign. Thank you. شكرا. شكرا.